وما عصنتين دمانتين إن شاء الله حضوركم وحنروا وحيرنا كشيء إن شاء الله إخواني بايو والشيخة أم هيستوري الشيخ إن شاء الله تعالى شيخ محمد جبريل وحو قرآن كحفظية صوجر السديد سنة وحو كقي وقالي مسابقات فربضان الدنيا ده أو نمبر وان كالنقضي وحاوقوه رئيسي تي سديتن يكو ماليجيا سعودية دبي يا الدنيا ده ميلك لدوان 2007 كي بحرين وحلقو سيي أفضل شخصية العالمية لسيو قراءة أدونك قفك وحن وصر رأي أدونك علومة هذا قراءة هذا لقد دورت 2007 إمام حكي هي مسجد عمرو بن عاص وكي على إيجبت سادوكتين مساجي كاس مدو إمام كاها ولقد جوجي وحن لقد جوجي ذات كفر بني ذي هذا هبين كلباتني يتضبط أي تهاي كلية الله أقول إنه تجيو هبين كان شن مليون أوقف أي كذبت وكذا وجدت كوال الحرام مرك أمني درادد هل هبين الله أقول هذا أنت كان الله ما أقول إنه تجيو لكن إمامك قرن إنه إمامك هي مسجد عمرو بن عاص مرك إن إلهي سبحانه وتعالى ذات كجعيل أقول إيه وإلهي نساه وكرامه ويب سايت أيو لي موقع اللي يراده www.jibril.com راديان ولاية هذا آيفون كيس الأب ستور. You can go to the App Store and you can download his app. It's called Jibril Radio or Jibril.com. J E B as in boy R I L .com. وكوكو ركرتا أما Jibril Radio. وحصوغا almost أنت أسو مليون مالنتي. مركي آب وحواي وقصة قيستي .com. أورلاندو أيا لغا مامولا الدنيا ده عداد ربط القرآن كي سيو الله بيه إيه دعا دي 24 hours نوا دارين هاي وحان كسو حيرا أقودن بايا الجزيرة إيه نيوز بيبر رضا وحايلها الوقر وحاكم ده قفك أقود جيسي سن مركي النقو تترتن قرآن إن الآخر يبابلك أيو النقضي وقت جيسي هستوري تاريخ ده قلي سيدو هل كان كوي مدان وحيا كشيغا إن شاء الله تعالى شيخ التور أيوكو سمايا ودامدا أدونكو إذن سنة كورن انت بضوو سفرا مركا مساجد عربتا أي آد وكينستا وحنا لجوغا ولالكين أو نيو جيرسي وحاو ملايني اللواتن سنة مصدون سنة كور كو أركي جري وشالي شيغي خير الله سيئو مركا وحن نغوسو زيارتي وحن كينا دالس أيام كسو عزوني أصدو هايستا almost couple of days left of his schedule وحيرا كهاري مركا وحن أشرحي قرآنك إيا مسجد أبو بكر إيا سيدة مالتا إيا أرضي ذيهين واجعلان لها أيويري مركا نيكا أكفر ليا الشيخ محمد شريف أو أه نينا أسهري أسنا صاحبنا إيهين ومركا أسنا مرتين موضع أها أيا وحن كدل بدي هديق ولكرو دي سي إيا نيو جيرسي إيا ألغا طوري كرماشا وأن شيخ كيني كرا منيسورا سيدينا وحن كويشينينا إنتا كيانو سيبان ديق لوتوسو إن صومالي قرآنك ay dad badan kaga horayso siiba wadamadan ama wadankan mareykanka caawana waan qiray oo yiri hadaa ay ii sheegay inuu qiray taas arkayna waxaan rabaa hadii aan ku soo dhaweeyo sheekh maxamed jarbi jibriil nurahib bashaykh allah ikramak bismillaahir rahmaanir rahiim وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون
يرزقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن
إليك وحيب وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. الذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الله واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
أزلفة الجنة للمتقين. صدق الله العظيم. حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا منقطع كذا اشتهر. الخاتمة. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذنها تاريخه بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئي وكل سامعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في
سبيل الله اثاقلتم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الذي يتوقف على سبب همز أو سكون كم عدد المدود وما هي؟ المدود هي طبيعي بدل عوض صلة متصل منفصل لازم عارض للسكون لين. ما هو المد المنفصل وكم حركة المد؟ هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة وبعده الهمز في أول كلمة أخرى. مثاله أولى بما أنزل ويمد بمقدار 5 حركات جوازا. ما هي النون الساكنة؟ هي النون المجزومة. ما هو الإدغام مع حروف؟ هو إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. وحروف الإدغام 6 مجموعة بلفظ يرملون. إلى كم ينقسم الإدغام؟ ينقسم إلى قسمين إدغام بغنة وإدغام بلا غنة. ما هو علم التجويد؟ هو علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه مخرجا وصفة. ما هي النون الساكنة والتنوين؟ للنون الساكنة والتنوين 4 أحكام الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. ما شاء الله بالله البركية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء
ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم
أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت قل الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا
فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا زيارة مسجده وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا
لك اللهم أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا، وإذا سئلت به أعطيتنا، وإذا استرحمت به رحمتنا، وإذا استفرجت به فرجت عنا. يا الله يا حنان يا منان يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. أنت حبيبي ومالكي، حبك في قلبي يزيد. أنت حبيبي ومالكي، حبك في قلبي يزيد. يا من يسرني قربك، سوى رضاك لا أريد. نقيا صافيا.